سبع سنوات على نكبة فبراير وشلال الدماء مستمر في اليمن. اعتقالات للباحثين عن الغاز وامرأة تحرق حجابها لعدم صرف راتبها. أكثر من 1300 مصاب والمنظمات الدولية تحذر من تفشي وباء الدفتيريا. من قناة اليمن اليوم أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية. في مثل هذا اليوم 18 من مارس 2011 نفذت قوى الظلام خطتها الدموية للاستيلاء على السلطة. عشرات الشهداء الأبرياء راحوا ضحية غدر الطامعين بالسلطة الرافعين شعار كلما زدنا شهيد كلما نجحت ثورتنا، وما يزالون يقدمون آلاف اليمنيين لثورتهم التي جرت البلد إلى نفق مظلم. هذه المبادرة الجديدة وأنا متأكد سلفا أنها ستضاف إلى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من قبل أحزاب المعارض. العاشر من مارس في العام 2011 تقدم الرئيس علي عبد الله صالح بمبادرة سياسية لحل الأزمة المفتعلة من أحزاب المعارضة، مبادرة سبقت ما تسمى بجمعة الكرامة بثمانية أيام فقط، صعدت على إثرها الأطراف الراكبة على ظهور الشباب الأحداث في وتيرة غير مسبوقة، وعبرت عن رفضها للمبادرة بإسالة دماء الشارع اليمني. أزهقت في جمعة 18 من مارس روح 48 شابا وجرح العشرات وتأرجحت السياسة اليمنية ظنا من الإخوان المسلمين أنهم بهذا الفعل سيلغون كافة الحلول السياسية وسيرحلون النظام، لا سيما بعدما أطلقوا حملة تحت مسمى الأزمة بيننا وبين النظام أزمة ثقة. في ذات الأسبوع وقبل حادثة جمعة مارس كانت دول مجلس التعاون الخليجي تؤسس لخطوة وساطة تشكلت على إثرها ما عرفت بالمبادرة الخليجية، بعدما رفضت الأحزاب السياسية مبادرة الرئيس لكن السيف سبق العذل وفجرت المعارضة الوضع لصالح مشاريعها الضيقة. وللمتابع أن يحلل، هل كان النظام بحاجة لإسالة دماء اليمنيين في تلك الجمعة؟ أم أن الراكبين على ما يسمى بالربيع العربي هم المستفيد؟ كيف وقد ارتأوا أن الساحات وما تسمى بالثورات هي الطريق السهل للصعود إلى الكرسي؟ فالغاية تبرر الوسيلة. تبع هذه المجزرة اقتحامات واسعة للمنازل المطلة على شارع الجامعة، واختلط الحابل بالنابل، وبعد طول أمد تم الإفصاح عن 26 متهماً أقتيدوا إلى ما تسمى سابقاً بالفرقة الأولى مدرع، وغابوا في سجونها وغابت معهم الحقيقة، بل أن جمعة مارس الدامية كانت مفتاحاً لمسلسل الدم، وكان يبحث مفتعلو الأزمة عن دماء جديدة تسال. أقرينا في مجلس الدفاع الوطني تشكيل لجنة من الجهات المختصة المحايدة وذلك للتحقيق في الحوادث التي حصلت اليوم. هذه لجنة ستكون من الجهات المختصة والمحايدة للتحقيق في الحوادث، ونعتبر هؤلاء الضحايا الذي سقطوا هؤلاء ضحايا شهداء الديمقراطية، شهداء الديمقراطية وجرحى الديمقراطية، وسوف تولي الدولة كل العناية بهم. وعلى الجانب العسكري حشد الإخوان ميليشياتهم لإسقاط معسكر الصمع طمعا منهم في السيطرة على جنوبي العاصمة ومطار صنعاء وإقلاق الأمن بشكل عام، وتوسعت رقعة الصراع ليصل الموقف إلى أوجه باستهداف رئيس الجمهورية وكبار شخصيات الدولة أثناء أدائهم لصلاة الجمعة في دار الرئاسة في جمعة ما تسمى بجمعة النهدين. غاية سعى وراءها الإخوان كمنفذ ودعمتهم قوى خارجية، ولكن رعاية الله كانت أكبر من كل المتآمرين، فقد عاد الرئيس بعد أكثر من 80 عملية جراحية أجريت له، وكانت عودته إنقاذا للبلاد عامة وللعملية السياسية خاصة، فقد فرض المبادرة الخليجية ورفض انتقال السلطة على طريقة غير ديمقراطية. بخير، احنا بخير يا صاحبي.
وقع المتاجرون بالدماء على المبادرة الخليجية، ناسين أو متناسين أنهم أدخلوا اليمن في بحر ظلماته بعضها فوق بعض، فالسلطة هدف لضعفاء النفوس هؤلاء. وما حدث طوال العام 2011 لم يكن لهم إلا وسيلة تبرر غاية مكشوفة. وبرغم مرور 7 سنوات على ما تسمى بجمعة الكرامة، ما يزال البعض متمسكا بأفكار ووجهات نظر، فالحقائق والدلائل تم طمسها بإخفاء 26 متهما. واختتمت المهزلة بعدها ب3 أشهر باقتحام مقر النيابة العامة وتصفيتها من جميع الدلائل التي كانت ستكشف زيف ما حصل. ورغم هذا، ما يزال البعض يرى ما تسمى بجمعة الكرامة ذريعة يغذي بها ما يصبو إليه. فهل هناك من يفقه الدرس ويعي بأن ما حصل ليس إلا تمهيدا لما حصل ويحصل الآن؟ اجتمعت المتناقضات في 18 مارس 2011، وسفكت الدماء طمعا في السلطة وسعيا لتدمير اليمن، مستغلة حماس الشباب وتسامح النظام واستقرار البلد، فأدخلت الوطن في نفق مظلم لا آخر له. جمعة 18 مارس 2011، الذكرى المؤلمة لجريمة شنعاء نفذتها أغضاب الفتنة في اليمن، والتي تسببت في إدخال بلد بأكمله في نفق مظلم. أحزاب بلا مشاريع وحاقدة على الوطن فشلت في الحصول على الشرعية الشعبية عبر صندوق الانتخابات، فاختصرت طمعها للوصول للسلطة من طريق القتل والاقتتال، مع افتعال لوبي الفساد والفتنة للاعتصامات والتظاهرات، تماهيا مع مخطط ما يسمى الربيع العربي لتمزيق أنظمة وشعوب. أدرك الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ما يحاك لليمن، فتواصل مع الأشقاء لاحتواء الموقف، بيد أن محور الشر قطع طريق الحلول السلمية وأراق الدم تحت مسميات تدعو إلى القتل وسفك الدم. حين نتجه جميعا صوب قصر الرئاسة، قوى التخريب وجدت ضالتها من باب إراقة الدم، الباب نفسه الذي عمل الشهيد الزعيم المستحيل حتى لا يسال. إنه لشيء مؤسف ما حدث من ضحايا من قتلى وجرحى من أبنائنا المواطنين. في حقيقة الأمر هنا كان هناك تواصل بين الحكومة اليمنية وأشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون حول وساطة، وذلك لرأب الصدع بين أطراف العمل السياسي. ولكن للأسف إن نشعر بهذا ما حدث اليوم، أن هذا إفشالا لما كان سيأتي من وساطة، حقنا للدماء ورأب للصدع داخل الساحة اليمنية. وهنا استغلت قوى الإجرام الموقف فنفذت خطة خطيرة على الوطن، ولم يكن في بال أي يمني أن يصل الحال بهذه القوى إلى هذا المستوى الشيطاني. تلك القوى أطلقت عناصرها المدربة بإتقان لقتل أكبر عدد ممكن من الأبرياء وتحميل الدولة المسؤولية. هذه القوى قتلت الأبرياء ومشت في جنازتهم واستثمرت جرمها، فقطعت الحلول السلمية وأسالت الدم واتخذت منه طريقا لتمرير مشروعها التدميري للجمهورية اليمنية. وقف الشعب اليمني العظيم وقيادته الحكيمة في وجه كل المشاريع التخريبية التي كانت تتربص بالوطن، الأمر الذي جعل قوى الظلام تدور حول نفسها، فتارة تنشر الأكاذيب عن غياب التنمية وتارة السخرية منها، بيد أن الواقع كذبها، ولا يمكن للواقع التنموي الصادع أن يحجبه بقايا أحزاب وشخصيات تضمر الشر لليمن. القيادات والكهنة الذين خططوا لاغتيال وطن وسفكوا الدم في جمعة مارس حصلوا على مبتقاهم من السلطة والثروة، أما شعاراتهم البراقة فذابت كالشموع ومعها القيم والثوابت. 7 سنوات ومن اعتلوا السلطة متماهون بالفشل ويجرعون أنفسهم والوطن حمم الدم، لكنهم ماضون وأنى للمفسدين أن يصلحوا. ف
فمن اتخذ الكذب شعارا والدم الحرام سلاحا فإن مصيره إلى زوال، والله لا يصلح عمل المفسدين. رافعين شعارات زائفة ومتشدقين بعبارات منمقة، مستغلين طموح الشباب وأملهم بغد أفضل وتحت مظلة الديمقراطية والحقوق، جر الإخوان اليمن إلى مستنقع كبير وحرب أهلية أتت على الأخضر واليابس، ولا يزال سعيرها ملتهبا حتى الآن. جماعة تدثرت بعباءة الدين، ديدنها القتل والموت بسم الله وهو منها براء، لا هم لها سوى الوصول إلى السلطة ولو صعدت على جماجم شعب وحساب أمة. تلك هي الجماعات الدينية التي تتسابق فيما بينها للسطو على السلطة بطرق ووسائل متنوعة باتت مكشوفة لكل ذي عقل. فوضى خلاقة، أو هكذا وصفها الكثير من المراقبين. اندلعت شرارتها العام 2011 وأججها أصحاب اللحى الذين ركبوا الموجة مستغلين حماس الشباب الطامحين لتحقيق غد أفضل يحلمون به، ليسوق إخوان اليمن فكرهم الأناني وينفذون أجندتهم وصولا إلى السلطة التي سرعان ما لفظتهم لزيف ادعاءاتهم وتغطية عورتهم بالدين، وهم بعيدون كل البعد عنه مثلهم مثل ميليشيات الحوثي وسيدها القابع في كهوف مران. الانفراد بالسلطة وتكفير كل من يخالف فكر الجماعة والزج بخصومها في السجون بتهم مسبقة أبرزها العمالة هو ديدن تلك الجماعات المتشددة التي ولدت من رحم العمالة أصلاً، كونها تنتهج فكراً مستورداً وتسير وفق أجندات خارجية لا علاقة بينها وبين الوطن الذين يدعون الذود عنه، ولا حتى الدين الذين يتسترون به. فالدين الإسلامي دين السلام، نهجه حب الخير للبشرية، ومبدأه العدالة، وهو ما يغيب عن قاموس الجماعات الدينية الوصولية كحزب الإصلاح إخوان اليمن أو جماعة الحوثي الكهنوتية التي لا تؤمن إلا بملازم سيدها الصريع وتعارض ما سواها. حقيقة كشفتها أحداث فوضى العام 2011 أو ما سمي كذبا بالربيع العربي، وتتجلى يوما بعد آخر. مفادها أن الجماعات الدينية طامحة للسلطة غير مكترثة بحياة ومصائر الناس، مثلها مثل الجماعات السياسية اللاهثة وراء الحكم، غير أنها تغطي عجزها وفشلها السياسي بالتحاف عباءة الدين لكسب تعاطف المؤيدين في الشعوب العربية والإسلامية، ليتجلى بوضوح للمتابع أن إخوان اليمن وميليشيات الحوثي السلالية وجهان لعملة واحدة، جماعات لا تفقه سوى لغة الموت ولا تتقن سوى القتل والدمار والعبث بكل ما هو جميل في الحياة دامت غايتها الوصول إلى السلطة. والمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جمال الحميري، رئيس مجلس إدارة يمن المستقبل للإعلام. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا، أسعد بالخير. مساء الحمد. مساء الخير. 7 سنوات على النكبة التي خرج فيها الحوثيون والإخوان على النظام عام 2011، فأغرقوا اليمن في بحر من الدماء. قراءتكم لحال اليمن؟ أستاذي، إن هذا اليوم يوم 18 من مارس في هذا اليوم الذي حفر في ذاكرة التاريخ اليمني وعرس بجمعة الكرامة، اليوم الدامية التي سقط فيها العديد من الأبرياء. هكذا شاءوا، هكذا عملوا لها، وبدأوا اليوم لحد اليوم هم يجنوا ثمار الفوضى، فوضتهم. وما يقرأ لا يكون من لم تعد جريمة في يوم 18 في اليوم ما عرفت جمعة الكرامة لغزا عصيا على الفهم، هي بداية المحاولة للسطو على السلطة. لقد حاولوا إعادة قراءة، لو حاولنا إعادة قراءة معطياتها تظهر هشاشة حبكها وإخراجها، وتبدو الكثير من الغموض الذي حاول البعض إحاطتها به. أخي الكريم، إنه ما جرى في الفترة الماضية ابتداء من 2011 وما حبكها الإعلام، سواء كان إعلام الفتنة
بقنوات الجزيرة، وبدأت الشرارة في بداية في كذا موطن عربي، منها على سبيل المثال تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن. هكذا شاول يخرجها بأيدي وبقوة سياسية داخلية داخل كل البلدان لاكتظاظهم وإنشاء فراغ دستوري واكتظاظهم على السلطة كي لا يرتضون بالنهج الديمقراطي. عزيزي لو نلاحظ إن مطالب الشباب كانت يوم 18 من مارس كانت مطالب ومطالبهم سلمية، ولكن هناك بعض القوى السياسية التي سيطرت لمآرب أخرى أو لعدم إن مصالحهم بدأت أن تتقلص ويريدون أن نشر نفوذها والانقضاض على السلطة بالقوة. نعم، الإخوان رفعوا شعار كلما زدنا شهيد نجحت ثورتنا، فضحوا بالشباب ابتداء من 18 من مارس 2011 وحتى اليوم، يعني بماذا تفسر ذلك؟ يفسر ذلك هو عدم الاستغلال والضعف. والشباب اليوم أنا أعتقد أنه صار أكثر وعيا من الماضي، حيث أن فضح الكثير من المؤامرات، وعرف الكثير من الشباب، أصبح الآن الشباب واعي وفاهم ويدرك الكثير، حيث أن المعطيات التي مرت من بداية 2011 حتى يومنا هذا انفضح وانكشف الغطاء تماما. إن هناك قوة تريد التسلط على السلطة والانقضاض على السلطة وإنشاء فراغ دستوري. إحنا لا نتكلم حتى على 18 من مارس، هذا اليوم الذي ما زال يدمي في قلب كل يمني، التي سقط فيها العديد من الأبرياء وضحى اليمن بالعديد من الشباب فيها، الأبرياء الذي كان لديهم مطالب سلمية من وانقض عليهم بعض من القوى السياسية، قيادات من بعض القوى السياسية لانقضاضهم وكانوا يبغون السلطة. نحن نعلم جيدا إن ما بدأ في اليمن أو ما بدأ في بعض البلدان العربية هو كان مخطط خارجي يتم بأيدي داخلية داخل كل بلد عبر جسور من الشباب الأبرياء وبحور من الدماء التي سفكت. ولكن ها هم اليوم يجنون ثمار ذلك، يجنون ثمار ما بنوا أو ما تم بناء لبناته في عام 2011. نعم، آنذاك دعا الزعيم والمؤتمر للحوار في كل الظروف التي مرت بها البلاد حقنا للدماء وحفاظا على اليمن، فكان يواجه المؤتمر دوما بالعنف والإرهاب. يعني في رأيك إلى أين تتجه اليمن؟ سؤالك كويس. أريد أن أذكر نقطة يمكن أن تكون مغفولة تماما. فعلا كان كلما يتم اجتماعات بين القوى السياسية وبين السلطة حينها من 2011 ويظل التوقيع يعني على مشارف التوقيع حول اتفاق أو حلول إيجاد حلول سياسية، كان هناك طرف سياسي يؤجل الموضوع والتوقيع إلى اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني يفاجأ الجميع بعمل حادث مثل ما وقع في جمعة الكرامة. فلذلك إحنا نقول إنها استمرت المسلسلات من 2011 والآن لن تستمر بعد ذلك أي مسلسلات. الشعب اليمني صار واعي، الشعب اليمني صار فاهم، لأن كل المعطيات التي بنيت ظهرت هشاشتها وحبكها وإخراجها تبدو لدى الكثير يعني من الغموض الذي حاول البعض حافظها به. بدأوا يحيكوا أشياء لكن ظهرت للساحة، على سبيل المثال قنوات التي كانت تنادي في يوم جمعة الكرامة لو نتذكر، عندما مسكوا بعض الفاعلين جريمتهم وقالوا في قناة الجزيرة بأنهم سيظهرهم على الشاشة، أين راحوا هؤلاء؟ عندما طلبتهم المحكمة، حتى المحكمة كانت منظورة القضية في محكمة غرب أمانة العاصمة في صنعاء الابتدائية، وعندما أظهرت وطلبت المحكمة وأوضحت أن هناك سيارة طاقم بدأت تشيل ناس تسجن مسلحين لابسين بارتداء مدني قبل إداء الصلاة عند صلاة الجمعة، وأوضح أن الرقم الذي يتبع الطقم هذا يتبع جهة عسكرية معروفة تماما. هذه الجهة لم يوجد، أين راح الذي اعتقلوهم؟ أليس هم سافروا إلى قطر ومنها إلى أمريكا؟ أين نعم. ذهبوا؟ نعم دكتور، يعني في ظل كل المعطيات التي ذكرت إلى أين تتجه اليمن؟
تتجه اليمن، هم ما يراد الآن تتجه اليمن، هناك أيدي قلت داخلية تسعى خارج أطراف خارجية إلى أتون إلى صراع مثلها مثل العراق مثلها مثل ليبيا، أن يوصلون إلى نتائج لا نحمد عقباها أبدا. ولكن يا حبيبي ما زلنا نقول بأن هناك الوطنيين والشرفاء من كل الأطراف والحكماء في اليمن، لكن برغم كل ذلك صارت الأيدي الآن الخارجية والصراع خارجي أكثر ما هو داخلي، واللعبة صارت بيد غيرنا ليس بيد اليمنيين. ولكن لا ننتظر بأن تأتي حلول من الخارج إذا لم نحن نحل ونفضل ونرفع ونسمو إلى ربحة الوطن قبل مصالحنا الشخصية. نعم الدكتور جمال الحميري، شكرا جزيلا لك. والحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف العميد جميل المعمري، مرحبا بك. مرحبا بك أخي. لماذا أعلنت براءتك من ما سمي بالفوضى الخلاقة التي شهدتها الساحات مطلع العام 2011؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عندما نحن أعلننا انضمامنا لساحة 2011 وجدنا أن هناك العديد من الشباب الذي غرر به وخرج إلى الساحة تائقا للتغيير ولإنهاء الفساد الذي كان موجودا في حينه. نحن عندما التقينا بالزعيم صالح في حينه بعد أن قدمنا اعتذار عن ثورة 2011 قال صالح بالحرف الواحد رحمة الله عليه، قال أنا لا أنكر أن هناك كان يوجد فساد وكان هناك مفسدين، ولكنهم اليوم هم الذين أصبحوا في فندم الطرف الآخر. فندم صوتك مش واضح. أعيد عيد من جديد، نرجع لك من جديد. طيب يعني ارفع الصوت يلا. أوكي. بس ارفعوا صوتكم شويه لانه المايك يعني. اوكي ايوه ده الحين تمام. اوكي. وللحديث اكثر حول هذا الموضوع نستضيف العميد جميل المعمري، مرحبا بك. مرحبا بك اخي. لماذا اعلنت براءتك من ما سمي بالفوضى الخلاقه التي شهدتها الساحات مطلع العام 2011؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعتقد أنا كنت أول ضابط في الجمهورية اليمنية يعلن انضمامي لساحة 2011، وكنت تائقا للتغيير وتواقا لإنهاء الفساد الذي كان قائما في ذلك الحين والذي لم ينكره حتى الزعيم صالح رحمة الله عليه عندما التقينا فيه وقدمنا اعتذارنا له عبر وسائل الإعلام وأمام جميع القنوات، قال بالحرف الواحد قال أنا لا أنكر أن هناك كان يوجد فسادا وأن هناك كان مفسدين، ولكنهم اليوم للأسف الشديد تنكروا لكل ما قمنا به من أعمال معهم بعد أن امتلكوا الشوارع والفلل والعمارات، وأصبحوا اليوم يرتمون في أحضان أعدائنا. كان هذا كلام الزعيم صالح. ونحن أيضا عندما شاهدنا هؤلاء الذين كنا نعول عليهم وكنا نتوقع أنهم سينقذون اليمن وستكون هناك إنهاء لما للفساد الجزئي الذي كان متواجد في عهد صالح، لكننا وجدنا أن من كنا نعول عليهم أصبحوا أكثر فسادا وأعتقد أنهم هم كانوا سبب الفساد في تلك الفترة. يعني بيت الأحمر معروفين وغيرهم من الجهات التي كانت تستولي على السلطة أو استولت على السلطة بعد 2011 وقربناهم حتى عام 2014 وهم في سدة الحكم، اكتشفنا أنهم كانوا أكثر فسادا وكانوا أكثر استبعادا وإقصاء لكل الوجوه الشابة أو القادرة على التصحيح والتغيير. لم يكن لديهم غير الاستحواذ على مقدرات البلد ونهب خيرات البلد، وهذا ما حدث. اكتشفنا أننا لم نجد أفضل من النظام السابق، اكتشفنا أننا كنا في أصبنا بالخداع من قبل من كانوا يروجون للتغيير. اكتشفنا أن هناك مؤامرة دولية حيكت ضد اليمن وتسعى إلى تدمير الوطن، وكنا أو كانوا الشباب مجرد أداة لهذه المؤامرة. في ظل هذه المؤامرة التي ذكرت، يعني كيف تنظر إلى مستقبل البلد والذي يعني ما يجرى الآن في البلد وكانت بداياتها نكبة العام 2011 التي طالبت بإسقاط النظام فسقطت معها كل مؤسسات الدولة؟
طبعا الآن نحن نستمر في النكبة، ومن سيء إلى أسوأ، ومن دمار إلى أشد دمارا. اليمن اليوم أصبحت مدمرة بعد أن قضينا على النظام. أنا قلت لهم في 2011 في أول خطاب لي كان في الساحة في حينه، وقلت لهم إذا أردتم أن يكون شعارنا حقيقيا وصحيحا يجب أن نغير الشعار: الشعب يريد إسقاط الفساد، ولا نقول الشعب يريد إسقاط النظام، لأننا أسقطنا النظام بالفعل واستبدلناه بالفوضى واستبدلناه بالدمار واستبدلناه بما يحدث اليوم من قتل ودمار وتخريب لكل مدن اليمن. ويوما بعد يوم أصبح اليوم البلد يعبث به القتلة وعصابات الكهف وغيره من الجماعات المسلحة التي عاثت في الأرض فسادا. اليوم اليمن بدأ ينهار في كل الاتجاهات، اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. اليوم لم تعد هناك دولة، لم يعد هناك أي معالم للدولة المدنية الحديثة التي كنا نتطلع إليها. أنهينا النظام بأيدينا نحن من خرجنا في 2011. نعم. وأنا أقر بما أقوله، وقلت له في يوم أن قدمنا اعتذارنا للشهيد صالح، قلت له: اليوم شعرت أنني أغتسل من جنابة 2011، وبكل صراحة أقولها. نعم، استغل دعاة ما سمي بالثورة مشاعر وطموح الشباب مطالبين بدولة مدنية، ومتهمين النظام آنذاك أنه ربع دولة. الآن المواطن أصبح يطالب بعودة على الأقل ربع الدولة، يعني ما تعليقك؟ اشتقنا لنظام أو لفساد حكم 33 عاما الذي كنا ننادي بإسقاطه. اشتقنا لفساد مسؤولين صالح. اشتقنا لكل ما كان. يا أخي، أصبحنا حتى نشتاق أن نرى النور في شوارع مدننا، أصبحنا نشتاق أن نرى الجندي يلتبس الزي الرسمي ويهيمن على حركة المرور، أشتقنا أن نشاهد الطالب بالزي المدني وذلك الطالب النموذجي الذي كان يصعد يوميا إلى الجامعات، أشتقنا أن نرى الطبيب والمهندس يتحركون يوميا وبكل سلام في مدننا، أشتقنا أن نرى الأمان، أشتقنا أن نرى المسافر يغادر بين مدينة وأخرى وهو آمن على حياته، أشتقنا أن نرى المحبة والإخاء بين أبناء الشعب اليمني الذي كان متداول في تلك الفترة. لم يعد شيئا من ذلك كله. كل ما خرجنا من أجله لم نشاهد إلا عكسه تماما. نعم نعم، كيف يستطيع المواطن المغلوب على أمره والوطنيين الشرفاء والغيورين على اليمن أن يعودوا باليمن إلى ما اشتقت إليه؟ يجب على الجميع التكاتف في الفترة القادمة. يجب على كل القوى، سواء السياسية سواء القبلية سواء الفئة العلمية أو المثقفة، أن تتحد في ردع العصابة الإجرامية التي تسيطر حاليا على الحكم. يجب أن نتحد جميعا من أجل بناء اليمن الجديد. يجب على قيادات المؤتمر الشعبي العام أن تتحد في الداخل والخارج، في عدن وفي صنعاء وفي السعودية وفي مصر وفي كل الدول. يجب أن يجتمع مجلس النواب في أقرب فرصة خارج الأراضي التي تسيطر عليها عصابات الكهف. يجب على كل القوى السياسية أن تتجه إلى لم الشمل الوطني وإلى محاربة هؤلاء وتوحيد القوات العسكرية، قوات الشرعية وغيرها من الفصائل، سواء في الحزام الأمني أو في قوات النخبة أو في الجيش الوطني. يجب أن يتحد كل هؤلاء تحت قيادة واحدة، سواء قيادة عسكرية أو قيادة المؤتمر الشعبي تتحد تحت قيادة مدنية. نعم. وأنا قلتها في تصريح في إحدى القنوات أنني لا أجد أفضل من الأخ العميد أحمد علي عبد الله صالح في قيادة القوات المسلحة للفترة القادمة، وفي قيادة أيضا المؤتمر الشعبي العام للخروج من ما تعانيه البلد في الفترة الحالية. العميد جميل المعمري، شكرا جزيلا لك.
الخصام من أجل حق مشروع هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كشفت مصادر في البنك المركزي اليمني ومكتب النائب العام في صنعاء أنهم تفاجأوا بتجميد وحجر حسابات وأملاك عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام يحيى محمد عبد الله صالح في صنعاء رغم معارضته الحرب على اليمن. وفقا للمصادر فإن التجميد ليس من قبل المحكمة أو النائب العام، وإنما من قبل شخص أمني لم يجد اسم يحيى صالح في قائمة الأسماء التي هي مقربة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وجمدت أموالها. وقالت المصادر أن يحيى صالح أكثر الأشخاص الذين هم من أبناء وأقارب صالح كان من يومه الأول يتعرض للهجوم من قبل بعض محبي عمه الراحل بسبب وقوفه المناهض للعدوان، رغم أنه لم يتحدث إلا عن مبادئ التزم بها عمه والتزم بها حزبه من بعده في صنعاء وفقا للوائح ولأبجديات الحزب وميثاقه الوطني الذي لا يبرر انتهاك السيادة اليمنية مهما يكن الخلاف الداخلي، وهو ما يعني أن التجميد وحجر الأملاك ظلم يتعرض له يحيى صالح بسبب موقفه الثابت المناهض للعدوان. وكان العميد صالح قد أكد في قناة اليمن اليوم مؤخرا أنه لا بد من وقف العدوان ورفع اليمن من البند السابع ورفع العقوبات عن اليمنيين ومنهم السفير أحمد علي عبد الله صالح، كونه يرى أن البند السابع من أجل الانتقام من الرئيس صالح وأقاربه كهدف إخواني تم مباركته في عام 2013. شن مسلحو جماعة الحوثي الإرهابية حملة اعتقالات استهدفت عددا من المواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة للحصول على مادة الغاز المنزلي في العاصمة اليمنية صنعاء. وتأتي حملة الاعتقالات بالتزامن مع زيارة فريق الخبراء الدوليين المشكل بقرار مجلس حقوق الإنسان المعني بالتحقيق في الانتهاكات المختلفة. وقال شهود عيان إن جماعة الحوثي هاجمت واعتقلت عددا من المواطنين كانوا متجمعين أمام إحدى محطات الغاز القريبة من جولة النصر في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء، كما قامت بمصادرة اسطوانات الغاز الخاصة بهم. وفي مدينة إب قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون أمام محطة لتعبئة الغاز المنزلي. وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت أمام محطة مارح للغاز بالدائري الغربي قرب مفرق جبلة بعد خلافات على تنظيم طوابير للمواطنين أمام المحطة قبل أن تندلع مواجهات بين مسلحين حوثيين ينظمون المزدحمين وآخرين من الواقفين في الطوابير الطويلة بسبب مخالفات ومجاملات من المسلحين الحوثيين مع بعض مؤيديهم والذين يقدمونهم على المواطنين للحصول على الغاز. تجدر الإشارة أن ميليشيات الحوثي افتعلت أزمة الغاز في المناطق الخاضعة لسيطرتها ورفعت الأسعار إلى أرقام خيالية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض الدفتيريا يتفشى بوتيرة سريعة في أنحاء اليمن ما أدى إلى إصابة أكثر من 1300 شخص. وذكرت المنظمة في بيان لها أن الأطفال والشباب يشكلون حوالي 80% من حالات الإصابة، مضيفة أن أكثر من 70 شخصا لقوا مصرعهم. وكانت المنظمة قد أعلنت أنه تم استكمال حملة تطعيم ضد المرض استهدفت 2,700,000 طفل يمني في 11 محافظة. يذكر أنه تم الإبلاغ عن هذا المرض لأول مرة في اليمن في أكتوبر من العام الماضي. إلى ذلك حذرت منظمات وهيئات دولية من المخاطر التي تهدد حياة الطفولة في اليمن في ظل تزايد الوفيات في أعداد الأطفال جراء الحرب والأمراض القاتلة كالكوليرا والدفتيريا، إضافة إلى الجوع الذي يتربص ب11 مليون
أو مليون طفل يمني حسب تقرير لليونيسف، وهو ما سيؤثر سلبا على حاضر ومستقبل البلد. ولدوا في الحرب، ذاك قدر أطفال اليمن الذي فرضه عليهم الساسة واقعا مريرا متمثلا في الجوع والمرض والبرد والخوف. اليونيسف في بيان لها مطلع العام الحالي تحدث أن 11 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة في واحدة من أسوأ الكوارث التي تشهدها الإنسانية. الطفولة التي فتحت عينيها على الدنيا لم تجد أمامها إلا الويلات، ذاك ما ذهبت إليه منظمة اليونيسف في حديثها عن اليمن، مذكرة العالم أن جيلا كاملا من أطفال اليمن لا يعرف إلا الحرب في مكان يسود فيه سوء التغذية والأمراض مع انهيار البنى التحتية، ومن لم تقتلهم الحرب تركت فيهم آثارا جسدية ونفسية تلاحقهم إلى آخر أيامهم. ليس أزيز الرصاص ودوي المدافع من يقتل الأطفال فحسب، فمصائب الطفولة في اليمن تتعاظم والجنات كثر على ضعفها، فتفشي وباء الكوليرا أصاب أكثر من مليون يمني، ربعهم من الأطفال، إضافة إلى حالات الديفتيريا التي تنتشر سريعا، كما أن انهيار القطاع الصحي والخدمي في البلاد شكل بيئة لانتشار كثير من الأمراض والأوبئة بحسب تقارير الأمم المتحدة. الوضع الاقتصادي في البلاد فاقم مآسي الطفولة، فمع عجز ملايين الأسر عن توفير لقمة العيش لجأت إلى زواج الفتيات دون سن 14 وما يسمى بزواج القاصرات. تقول اليونيسف أنها رصدت مئات الحالات، كما أكدت أن 3/4 الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل سن 18. من فر من الحرب وأفلت من الجوع فما نجا بعد، وحظه قد يكون مستقبلا مظلما تتخبطه ويلات الجهل، وهو ما حذرت منه المنظمات الدولية التي تحدثت أن أكثر من مليوني طفل لا يذهبون إلى المدارس وتستغلهم جماعات إرهابية وسياسية في القتال عن مصالحها، وهو ما اتهمت به هيئات دولية صراحة جماعة الحوثي بأنها تجند الأطفال مستغلة وضع أسرهم المادي الصعب، إضافة إلى الدورات الثقافية للجماعة التي تؤدلج الأطفال عقائديا من ثم ترسلهم إلى جبهات القتال وقودا لحروب تلك الجماعة. هي أرض اليمن التي لم تعد سعيدة، وقدر الطفولة فيها أن تبقى معذبة ما شاء القدر، وبقيت تلك العقليات التي تنشر العقائد والأفكار المضللة في المجتمع تعيده إلى الخلف ألف عام في الوقت الذي يتقدم العالم يوما تلو آخر. يشار أن القطاع الصحي الذي يعد أحد أهم القطاعات الخدمية في اليمن يعاني من تدهور كبير لسيطرة الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة ونهب المساعدات الطبية المقدمة من المنظمات الإنسانية وفرض الإتاوات على المستشفيات الخاصة. أزمة جديدة تضاف إلى أزمات أبناء اليمن بسبب سيطرة الميليشيا الحوثية الظلامية على مؤسسات الدولة ونهب مواردها، حيث يواجه اليمنيون بحلول الصيف المقبل انتشار أمراض عديدة في ظل نقص الأدوية وانهيار البنية التحتية وتفاقم الأوضاع صحيا، ويحتاج اليمنيون إلى مساعدات عاجلة بسبب النتائج الكارثية في القطاع الصحي، إذ يفتقد 16 مليون شخص من أصل أكثر من 27 مليون نسمة للرعاية الصحية، ويعاني أكثر من 1.5 مليون طفل من سوء التغذية، في حين يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وبات 50% من المرافق الصحية مغلقة جزئيا أو كليا. الوضع ازداد سوءا وتعقيدا بعد سيطرة الميليشيا على الصناديق الإيرادية للمستشفيات الحكومية وفرض الإتاوات على المستشفيات الخاصة ونهب المساعدات الإغاثية، حيث توقفت موارد وزارة الصحة أيضا وتعطل الكادر الطبي والمقار الصحية وتفشت الأمراض. الأمراض المتوطنة عادت والكوليرا صارت حدثا، كما عاد مرض الديفتيريا، وهذه مؤشرات خطيرة ونحن مقبلون على الصيف، ويتوقع أن تظهر حمى الظنك والملاريا وغيرها من الأمراض والأوبئة.
منظمة الصحة العالمية أعلنت في نهاية فبراير الماضي وفاة 72 حالة بالديفتيريا في 20 محافظة، ويتزامن انتشار هذا المرض مع تفشي وباء الكوليرا منذ أبريل 2017 الذي أسفر عن وفاة أكثر من 2200 حالة، في حين تجاوزت الحالات المشتبه بإصابتها 1,000,000 حالة. تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت عدم وجود أي آثار خطيرة للقاح الديفتيريا في اليمن في ظل انتشار شائعات بأن اللقاح يسبب شللا لدى الأطفال. لا توجد إحصائية دقيقة بعدد اليمنيين القابعين خلف السجون، فمنذ دخول اليمن في أتون الفوضى الخلاقة ومئات المواطنين تزجهم الميليشيات في سجونها الظالمة، وميليشيات الحوثي الإرهابية تصدرت المشهد الإجرامي وحولت الكثير من المباني إلى سجون ظاهرة وسرية. اليمن الوطن الكبير ازدهرت فيه السجون بعد تكاثر السجانين المتبجحين في أذاهم بحماية الميليشيات. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت زيارتها لأماكن احتجاز شملت 11,000 يمني محتجزا في سجون تتبع جميع أطراف النزاع. الميليشيات الحوثية الإرهابية تصدرت الإجرام، إذ تكتظ سجونها بالأبرياء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكما تتوسع في المقابر تتوسع في السجون السرية والظاهرة. إنها علاقة ديناميكية للعصابات الإجرامية. ولا مع أخوه ولا مع عم، هو الوحيد الأرخص، مع جدته وولد مريض اليوم سنة ونص ومحبس، وأنا بنتابع بعد ابني وبعد ابني. 11,000 يمني ظهر أنهم مسجونون، وهو رقم قياسي، فلم يسبق أن قبع هذا العدد في زنازين الظلم على مر تاريخ اليمن إلا في زمن انهيار النظام والقانون. القوى الظلامية التي رفعت شعار الشعب يريد إسقاط النظام لم تكتف بإسقاط النظام وتمزيق دولة راسخة، فها هي تزج بأكبر عدد من أبنائه في قياهب السجون، وكأن الوضع المأساوي الصعب الذي تسببت به هذه الميليشيات لا يروي عطشها في عذاب اليمني وأهله. 11,000 مواطنا يمنيا محجوزا بلا ذنب أو تهمة، وخلف كل رقم من هذا العدد المهول هناك مئات الأشخاص القابعين وراء جدران الميليشيات لم تعلم بهم لجنة الصليب الأحمر أو الضمير الأخضر. ولكم أن تسألوا كم مفقود وكم مواطن خرج أو سافر ولم يعد. لقد باتت اليمن سجن كبير يحتجز فيه أبناؤه. هذا زمن رواد إسقاط النظام، فلا عجب. أكد فريق اليمن الدولي للسلام أهمية فضح جرائم وانتهاكات ميليشيات الموت الحوثية، ذلك من خلال التواصل مع لجنة خبراء مجلس حقوق الإنسان التي تزور العاصمة صنعاء حالياً، واعتبر تلك الزيارة فرصة لكشف الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية في حق الشعب اليمني تحت شعارات زائفة تدعي الوطنية والدفاع عن حياة المواطنين، فيما تتفنن فيها أو هذه الميليشيات تتفنن في تعذيب الشعب اليمني وتضييق سبل العيش الكريم عليه. فريق اليمن الدولي للسلام أكد أن زيارة لجنة الخبراء لصنعاء تمثل فرصة لكشف جرائم الحوثي، داعيا ضحايا الانتهاكات إلى التواصل مع اللجنة لإيصال مظلوميتهم للعالم وكشف جرائم وانتهاكات ميليشيات الموت الحوثية. تناقل ناشطون مقطع فيديو لامرأة خلعت حجابها أمام مجلس النواب وأحرقته علها تجد مستجيبا يلبي حاجتها ويدفع راتبها الذي توقف قبل أكثر من عام ونصف. خلعت حجابها وأحرقت على محرقي أكباد الشعب أن يلتفتوا ولو لبرهة إلى مطالباتها. مطالبة ليست بكبيرة، بل هو راتب شهري وحق واجب على من تولى السلطة أن يدفعه، ويضمن لمن يريد أن يحكمهم أن يبقوا على قيد الحياة. استعادة! 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 المطالبة بالرواتب باتت في حكم الحوثي كفرا بواحا بحسب ما أطلقه خطيب مسجد هائل. أما الرواتب في نظر سياسة الميليشيات فليست سوى شيء يسير يجب الصبر عليه، ناسين أو متناسين أن رواتب الموظفين الحكوميين تعيل أكثر من 11,000,000 فرد يمني. فالشعب اليمني لا يعتمد على الرواتب، هو يعتمد على ذاته، والرواتب يستأتي استثناءات.
الحالة الاقتصادية تزداد سوءا يوما بعد آخر، فأسعار السلع الغذائية في ارتفاع متواصل. يحاول الحوثي أن يقنع العامة بأنها بسبب الحصار المفروض على اليمن، غير أن تبريره هذا لا ينطلي على المواطن، فأي حصار هو الذي يجعل من الأسواق غارقة بالمواد الغذائية ويجعل من المواطن عاجزا عن الشراء؟ رحت إلى السوق اشتري مقاضي، طيروا كل أسعار غالية، ورحت الدكان قال لي ما فيش، رحت الدكان الثاني قالوا الأسعار زيادات للسع، وروح كنت قال الثالث رجع اشترك بزادتي من وجود معي المقاضي للبيت ورجع. حال إنساني يطول شرحه، ولم يعد أمام المواطنين إلا التكافل المجتمعي والسؤال عن الآخر، فجميع الساسة في حالة حرب، وآخر ما قد يفكرون به هو قوت من يريدون أن يحكموه. أكدت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء أسر 12 حوثيا ومصرع العشرات. ذكرت المقاومة أنها تمكنت من تحرير ما تبقى من جبال الظهر في مديرية ناطع، وحققت تقدما ميدانيا بعد استعادة جبل باعرف والبير وأجزاء كبيرة من جبال الظهر. في سياق آخر، رفضت المقاومة الشعبية في البيضاء وساطة يقودها مسؤول حوثي يدعى عبد القادر دباش لإيقاف القتال فيما تبقى من ناطع، مع التزامه بانسحاب الحوثيين من المديرية على ألا يتقدم الجيش والمقاومة باتجاه فضحة، كما تعرضت مواقع ميليشيات الحوثي لهجوم ودارت اشتباكات عنيفة في مديرية السوادية في المحافظة. وفي تعز تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح أثناء التصدي لهجوم لهم جنوب معسكر خالد في مديرية موزع غرب المحافظة. عاصمة التاريخ ومدينة سام بن نوح صنعاء القديمة التي أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة مواقع التراث العالمي بوصفها مدينة التاريخ الحي، تتعرض اليوم شوارعها وأزقتها لتشويه ممنهج من قبل الميليشيات الظلامية. شعار الموت يلطخ جدران مدينة سام صنعاء القديمة التي تحكي شوارعها وأزقتها تاريخا من الأمجاد لأصالة الإنسان اليمني الضاربة جذوره عمق التاريخ. الميليشيا الكهنوتية تنظر لشعارها المزيف وسيلة لإبراز سيطرتها على الأرض، وتخلو أفعالها وأعمالها من مضامين الشعار حول مقاطعة المنتجات الأمريكية والموت لأمريكا، إذ يحملون أسلحة عليها ختم تصنيع أمريكية. الشعار الأخضر الملطخ بدماء اليمنيين يحاولون من خلاله تخريب عقول الشباب وتحويلهم عقائديا بملازم لم تصنع مشروعا حضاريا أو تنمويا لبلد قامت بابتلاعه منذ سنوات، بل اتجهوا إلى أبعد من ذلك ليشوهوا المعالم الأثرية والتراث القديم لمدينة المدن، حيث عمدت الميليشيا الظلامية إلى تشويه معالم المدينة والتي أصبحت منذ يوليو 2015 ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر بسبب حرب وانتهاكات تلك الميليشيا تجاه التراث العمراني للمدينة. ممارسات تدميرية للمدينة تقوم بها ميليشيا الظلام من خلال تشويه المباني الأثرية والتاريخية، حيث تعتبر عملية التلطيخ طريقة سهلة وأكثر استدامة لبقاء شعارهم المزيف لأطول مدة ممكنة، بغض النظر عن تشويه المعالم والممتلكات الخاصة والعامة أبرزها على جدران سور صنعاء القديمة وعلى منابر وأبواب الجامع الكبير والأزقة القديمة. سكان صنعاء القديمة يرون في وجود الميليشيا وإقامة مقرات لهم مصدر تهديد وخطر يؤدي إلى انتشار ثقافة العنف لدى أطفالهم، ويحول مدينتهم إلى مخازن أسلحة محفوفة بالمخاطر وتضر بالمدينة وسكانها التي تصنف كأقدم مدينة مأهولة بالسكان منذ آلاف السنين. مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل. مهرجان التراث الشعبي الشبواني الثالث إحياء للتاريخ. انطلقت في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة فعاليات المهرجان الشعبي السنوي الثالث الذي يستمر أسبوعا، وفيه عدد من الأنشطة المرتبطة بالتراث الشعبي لأبناء المديرية، ومنها سباق الهجن وأهازيج شعبية وعروض فلكلورية.
تراثنا هوية وتاريخ، شعار للمهرجان الشعبي السنوي الثالث الذي أقيم بمحافظة شبوة، سعيا للحفاظ على تراث الأجداد من الاندثار ومن أجل تعريف الأجيال بالماضي العريق وبهدف ربط الأصالة بالمعاصرة. أهالي وادي بالحارث بمديرية عسيلان محافظة شبوة نظموا المهرجان بمبادرة ذاتية إسهاما منهم في الحفاظ على الموروث الشعبي. هذا التراث الذي قمناه بمجهود شعبي ومن عيشة عيالنا وهم الدولة وهم والشركات والتجار والقادرين عليه، أن هذا يحتاج إلى جهد كبير. عروض ورقصات شعبية تضمنها المهرجان عاكست حياة الإنسان اليمني وتناولت الحياة البدائية والأزياء التقليدية وطرق ووسائل النقل التي كان يستخدمها اليمنيون. أزياء المرأة اليمنية القديمة كانت حاضرة في المعرض بالإضافة إلى نماذج من الأواني المنزلية المصنوعة يدويا وكذا المعدات الزراعية البدائية التي كان يستخدمها المزارع اليمني في حرث وزراعة الأرض. أشكر الزوار الذي أتوا من مكان بعيد ونشكر الأخوة الحضور ونشكر الأخوة المسؤولين اللي حضروا، والحمد لله يعني كان بإعجابنا من هذا التراث الجيد القديم ونشكر القائمين عليه. هذا المهرجان وما تضمنه من عروض ومشاهد تراثية يحكى لزائره عن تفاصيل حياة الإنسان اليمني القديم، وأظهر جانبا من المخزون الثقافي الذي تزخر به محافظة شبوة كغيرها من المحافظات اليمنية. ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد بنسبة كبيرة في الأسواق اليمنية، وميليشيات الحوثي تجبر آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية بدفع إتاوات تحت مسمى رسوم جمركية، ومصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى العاصمة الروسية. صعدت أسعار الأسمنت بنسبة كبيرة في الأسواق اليمنية، حيث وصل سعر الكيس 50 جرام إلى 4000 ريال، وبلغ سعر الطن الحديد 350 ألف ريال مع قلة الطلب بسبب ارتفاع أسعار الدولار. فرضت ميليشيا الحوثي مكاتب رقابية جمركية تم استحداثها في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء، وقامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى من فحص ومعاينة وتثمين، وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%. الإتاوات النقاط ما تجدي أنها تصلت لنا هنا إلا وقد دفع 40000 ريال. وتعد هذه الإجراءات الغير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها الميليشيا على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض المواني والمنافذ البرية والبحرية، وعلى وجه الخصوص ميناء عدن، المنطقة الحرة، ميناء نشطون، منفذ الوديعة، منفذ شحن. أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستستأنف رحلتها إلى العاصمة الروسية في 12 من إبريل في عودة لرحلات الطيران المدني بعد توقف لأكثر من عامين ونصف العام. وأجرت روسيا ومصر محادثات لاستئناف الرحلات على مدى أشهر بعد أن توقفت رحلات نقل الركاب في أكتوبر 2015 بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء بعد أن أقلعت من منتجع شرم الشيخ المصري. وفي ختام هذه النشرة تذكر بأبرز عناوينها. 7 سنوات على نكبة فبراير وشلال الدماء مستمر في اليمن. اعتقالات للباحثين عن الغاز وامرأة تحرق حجابها لعدم صرف راتبها. أكثر من 1300 مصاب والمنظمات الدولية تحذر من تفشي وباء الدفتيريا. أنتم في رعاية الله، إلى اللقاء.